دكتور بن زكور، يعني من خلال هذه الواقعة الفاجعة ديال الطفلين، سألت على أنه يرجع الوالدين سالما، ارتفعت المشاهدة. واش ممكن تحدثوا على تداعيات نفسية أو تأثيرات نفسية على هاد بعض الفئات الهشة مثل النساء، الكبار، الصغار؟ تفضل. طيب، أول شيء قلوبنا كلها مع عريان، ونتمنى الله سبحانه وتعالى المجهودات ديال هاد الناس وهاد الوليد هذا ما تمشيش السودان، لأن حتى هو بينا أنا واحد قوة الصبر ما تصورش، فالله يخرج العاقبة بخير. جواب على سؤالكم، كاين واحد المصطلح في الفرنسية كنقولوا لا فيكساسيون، وبالعربية هو التعلق الشديد. احنا عرفنا بان ماشي فقط غير المغاربه اللي يتعلقوا بالطفل وكيتمنوا له النجاه وكيدعوا معاه، بل العالم ككل. ولكن الاشكال هو ماذا؟ هو حينما يصبح التعلق هو مدار الحديث اليومي، هنا كيولي هذا التعلق كيشكل واحد النوع من الخطوره النفسيه على بعض الاشخاص اللي كيكون عندهم واحد البنيه نفسيه هشه، مثل الاطفال الصغار، مثل النساء الحوامل اللي كينتظروا وليداتهم وعندهم واحد الخوف عليهم، مثل الناس كبار السن او اللي عنده بنيه شخصيه هشه اللي عنده الجانب العاطفي كيغلب عليه، لدرجه انهم يقدر يصيبهم الارق. يعني ملي كيجيو ينعسوا ما كيفكروا فيه، كيحلموا به، في الخدمه كيهضروا عليه، طيله النهار كيهضروا عليه. هذا كيقدر يصيبهم واحد النوع من التعلق المرضي، وهذا التعلق المرضي لا قدر الله كيجعلهم يبدا يعني وبعد الأعراض، لن أصفها بالمرض، ولكن على الأقل فيها واحد نوع من الاضطرابات. فلهذا من الأفضل أن، وهذا كنصحه دائما للكل، ما يكتروش من المشاهدة ومتابعة الأخبار، لأن كل مرة كيتبع الخبر أو كذا كيكون كينتظر الحل، وكلما طال الحل كلما زادت الحدة ديال المعاناة، فيشغل حياته بما هو مطلوب ويدير أخباره وفرصوا بأن هناك أناس متخصصون، ناس جاوا باش يضحيوا بوقتهم، هناك خبراء، يعني لكل متخصص اللي يقدر يدير شي حاجة راه كيديرها. إذا من الأفضل أنهم هاد الناس هادو اللي ما يمكنش عندهم قدرة على التدخل وعلى الفعل يديروا دعاء، ولكن يهتموا بحياتهم اليومية، وهذا أفضل ما يمكن يديروا. وربما المثال اللي غنعطي لهنا في هذه القضية هذه هو الأم اللي كتعلق بطفلها لدرجة أنها كتخنقه، ما تخليهش يخرج، ما تخليهش يهضر مع اصحابه، ما تخليهش يكبر. هذه الخطوره ديال داك التعلق الشديد. فمن الافضل ان اول شيء ننتبهوا لحياتنا اليوميه، نتبدا تبان عندنا هذه الاعراض اللي عرفنا راه وصلنا لواحد المرحله اللي الله يستر تقدر الاضطراب، وانه من الافضل اننا نستمروا في الحياه العاديه ونكتفيوا بالدعاء، لان ملي كنقولوا الدعاء فاننا كنفوضوا الامر الله، وهذا فيه التخفيف على المستوى النفسي، والمحيط اللي كيدور بهم هاد الناس هادو يردوا البال وما يخليوهمش الا حسوا بهم بالطريقه هادي، ما يخليوهمش يتفرجوا ولو بالارغام، بمعنى يبزوها عليهم باش ما يشوفوش، لان فيها مصلحتهم. ونتمنوا كل التوفيق للفرق والنجاة للريان ان شاء الله. ان شاء الله على هاد النجاة وعلى هاد الامل. واش ممكن تحدثوا دكتور مزكور على المرافقه البعد النفسيه البعد ديال هاد الطفل هذا؟ ان شاء الله كنتمنوا وعندنا امل انه ينجى ان شاء الله. إن شاء الله تعالى هذا ما فيه شك، لأن تخيلوا معايا طفل في الظلمة وفات السن الصغيرة جدا بدون من يأخذ بيديه، بدون أن الحنان الأم ودفء الأم، فطبعا غتكون عنده واحد تبعات نفسية ما في ذلك الشك. ولهذا كنظن أن الخبراء المغاربة فطنوا هذه المسألة ووجدوا الوسائل الطبية باش يديروا المستشفى، ما فيها شك أنهم غيديروا له المتابعة النفسية. اللي يمكن نشيروا له ان واخا تكون المتابعه النفسيه الان، خاص مره الواحد يسول فيه، لان كاين واحد المراحل العمريه تقدر تسترجع به الذاكره للماضي. فلهذا المتابعه النفسيه ماشي غير ليه فقط، حتى الوالدين، لان الام هذه ايام وايام والهلع والخوف واخذها، فالمصاحبه النفسيه له ولاسرته. نعم. وكسؤال اخير ممكن نتكلموا دكتور مزكور على هاد وسائل الاعلام؟ طب الحال كتقوم بالدور ديالها، ولكن البعض يقوم بواحد نوع من التضخيم ومن التهويل والعناوين المشيه هذيك. شنو هو الاثر النفسي مثل هذه التغطيات الاعلاميه على الناس، على المتلقي؟ شنو التوجيه اللي ممكن نقولوا لهاد بين قوسين هاد الاعلاميين؟ اولا بعدا كنحيوا الهيئه العليا للصحافه اللي جبدت لهم ودنيهم وقالت لهم لا تنسوا الاخلاق ديال مهنه الصحافه، فتحيه لهم، لان كان ضروري هذه المساله تكون.
لان كما في كل المهن مع الاسف كاين الناس اللي ملتزمين ومهنيين وكاين الناس اللي دخلاء على المهنه، فهادو خصهم كما كنقولوا يكفوا عن الاصطياد في الماء العكر. هناك فاجعه، هناك ماساه لا داعي لاستغلالها. ربما وصلت لدرجه ان هناك من كذب عونا عمدا وقال بانه توفى. لا داعي لمثل هذه الصوره البشعه اللي كنعطيو على بلادنا. الوصوليه راه كل شيء ضدها، الاثاره والبوز. الان العالم كله كيتحدث على ان لا فائده منها، فلهذا ماشي هذا الوقت. نحن نتحدث عن التضامن، نتحدث عن بعث الروح ديال الدعاء والمحبه في الوطن. فحرام بحال هاد الصور تكسر هاد الجماليه اللي وصلت لناها في المشاعر الانسانيه. فمهنه الصحفي هي مهنه شريفه، وكنتمنوا انها تبقى شريفه. لا داعي لمثل هذه الانزلاقات التي لا تضر فقط بمصلحه الطفل، بل ايضا تضر بصوره المغرب امام المجتمع الدولي، خصوصا اننا كنعرفوا بان هذه الفاجعه الان العالم كله كيتبعها.